السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم من تاني بعد غياب بس بقى في لنة مدريد. عاوزكم تصلوا على النبي وتعالوا معنا في التحدي الجديد. نروح يا شباب دلوقتي على التحدي. التحدي عبارة عن ايه؟ عن ضربات جزاء. طبعا ما ننسي بس ان معلش كل صلاة على في الكومنتات قبل اي فيديو يا جماعه. ان شاء الله التحدي ده هيبقى جامد جدا. التحدي عباره عن ايه؟ عن ضربات جزاء يا شباب مع فان دايك دياز بدري بعد ما اتصاب. والنبي كلهم ما ينسوش يعملوا لايك كومنت وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس. انتشر الفيديو يعمل ايه بقى؟ انتشر اكتر من ما تتخيل. قولوا مين شاطر حلو في ضربه الجزاء؟ قولوا مين بيصد احسن؟ وكمان يا شباب احنا معانا كابتن شريف او كابتن احمد او كابتن المعلم. مساء الفل للناس كلها. ده هيبقى جول. ده جول. ده جول وطبعا كافامينجا معروف. كافامينجا وده فينيسيوس وده بدري بدي اف وده دياز شبيه ليه؟ لا 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 قولوا في الكومنتات بقى ده شبيه مين؟ لا بقى يا جدعان صلوا على النبي الاول بعد كده في الكومنتات شبيه مين؟ يلا بينا بقى على التحدي. يلا بينا يلا بينا على التحدي. يلا بينا يلا بينا. دي اول ركله ضرب الجزاء يا شباب وعاوزكم تصلوا على النبي في الكومنت. يلا بره 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 يا مبروك. صدها صدها صدها. مش فاهم. مش امك. مش امك ملاعب. 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 عايزين ميه. عايزين ميه. الحماس بس. ميه ميه يا ابني ميه. بصوا يا جدعان. بصوا. والله غصب عني يا جدعان والله. ينفع فان دايك. والله غصب عني. انت بوظت الدنيا. قولوا في الكومنتات بعد ما تصلوا على النبي. بعد ما تقولوا ده شبيهني. قولوا انا عملت فان دايك. والله يا انت رايح فين؟ يا عم الميه تعالى منك. تعالى يا عم تعالى. بص يا هنا لا 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 فان دايك. انت الامل كله يا فينيسيوس. الله عاش يا فينيسيوس. مش عارف ليه تاني السبب. انت السبب. الواد عينه راحت ولا ايه؟ باظت يا جدعان. كله منك. عينك. قول منك انت السبب. قول منك انت السبب. انت السبب. افيونه عيني يا افيونه. لو جابوا دي هيكسبوا لو ما جابوش هنكمل ضربات جزاء. اسعد يلا. شريف. شريف خان. كده في الجون بتاعها.
يلا. يلا شريف بتاعتك انت دي بقى. والحراسات القوية بالقفازات السابعة. انا ما شفت دلوقتي يا شباب التعادل وعليه ضربات الجزاء ضربة وضربة مع اشباه اللعيبة. جاهزين جاهزين. امبابي امبابي امبابي. ايش برضك يا كابتن برجل فان دايك مدافع تيل وستارز غبيك تخش تحت احط عليك وفي اخر الجولة اقول فان دايك. ايوة انا اقوى مدافع قد الكتف فات. عشان صعبة خليه يشوط. انا عايز اشوف. هتتصاب يا غبي. هتتصاب انت. خايف عليك يا غبي. انا في البرايم بتاعي دلوقتي. يا فين؟ برايم. خش يا برايم. ماشي. بقول لك البرايم. يا زياد يا برايم. برا. 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 ركز 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 ركز. برا. 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 شوف. هيا يا ابني اللعيبه. ايوه برازيليا. هو فعلا يا جماعه هو فعلا كان في البرايم ده. البرايم بقى بتاعه. والله لا انا شفت زيدان عملها في النهايه وجابها والله العظيم. ايوه هو بقى زيدان. عايز تعمل فين؟ انا برينجا. انا برينجا. بيقول لك شاب زيدان. بيقول لك شاب زيدان جابها هو. انا خدتها فمنجا. ده ماله ده؟ بيقول لك شاب زيدان. طب ده عزاد مش باب. انت تسكت على الكلام دوت. شوف زي ما انتم شايفين كده لعبنا مرتين كله صد واللي ضيع واللي جاب اجوان. فهنلعب كرة وكرة. الجون بتاعي لو صد وانا جبت كسبت. الجون بتاعهم لو صد وهم جابوا تعادل.
طب يلا نشوف. يلا بينا. يا حلوه ليه ووحشه لينا يعني. هو الجون بتاعه صد هو جاب يكسب. الجون بتاعنا لو صد واحنا جبنا نتعادل. مش عارف سبحان تعادل كده. سبحان الله سبحان الله تعادل. احنا ابطالها حد ما نبطلها. بقول لك نبدا نبطلها لحد ما نبطلها. يلا مساء الفل للناس كلها. مباراة نارية، مباراة قوية، نار يا حبيبي نار. من سانتياغو برنابيو عاصمة مدريد يا سادة، فوز كبير لكامافينجا فينيسيوس والكبير كيليان امبابي. اقسم بالله هو ده اللي كسبه. شوفوا في الكومنتات مين اللي خسر فرقتنا. شكرا لكم، مدريد بتحييكم.